بالنسبة لها الديتوكس اللي شاركت معكم البنات جربوه وبقاو ديروه، يعني الماء اللي كتشربي النهار كامل حاولي انك تعوضيه بهذا الماء اللي كيكون كما قلت لكم ديتوكس، وفي نفس الوقت كيستافد منه لوكور ديالك، كنقيه ليك من كاع السموم اللي كيكونوا فيه. هذا زوين بزاف بزاف، كنت كندير واحد المدة مدمنة عليه وليت رجعت ليه هاد الايامات، هو اللي كنشرب النهار كامل. المهم دابا مباشرة غندوز باش نوجد معكم الغداء. اليوم غادي يجي خويا، غيجي عندي بالحق، غادي يجي حيت ضروري خصو يجي، ماشي جاي غير باش يضايف. كتعرفوا بلي دابا ممنوع الخروج وعنده الورقه باش يقدر يخرج. المهم خليكم معايا نوجدوا الغدا مجموعين. شنو غندير فيه؟ ديجا راني بديت. المهم بالنسبه للاطباق ساهلين، كلكم غتعرفوا تقادوهم غير بطريقه التقديم اللي غادي تعجبكم ان شاء الله. نوريكم الطريقه كيفاش غنقدمهم. كاين عندي هنايا الدجاج، كاين عندي الكفته، وكاين عندي لاذان مقطع طريفات كما كتشوفوا. ديجا الروز راني سلقته، غادي ندير فيه المايس، غندير لي داكشي اللي خصو يدير معاه، والخضيره الاخرى راه مازال كتسلق. بالنسبه للفخيدات ديال الدجاج درت شويه ديال الموطار، شويه ديال الزعتر، وشويه ديال الثومه، ودرت شويه ديال الملح البنات. غادي نزيد واحد شويه ديال البزار، هو اللي غادي نزيد عليهم. غندير شويه البزار حتى في الكفته، وشويه ديال البزار هنايا في هذا سميتو، وغادي ندير واحد شويه ديال التحمير، غادي نحلها باش تخوي ليا دغيا دغيا. شي شويه هنايا، وغادي ندير واحد شويه ديال سكينجبير، غندير شويه هنا، وندير شويه في الكفته، وندير شويه هنايا. المهم بالنسبه للشاموله كتبقى اختياريه، كل واحد يدير اللي بغا، وكل واحد زعما يستعمل العطريه اللي كيبغي. الكفته غادي ندير فيها شويه الخرقوم، غندير شويه هنايا في هاد القسمان هانو، غندير شويه ديال الملحه. هاد الكفته وسمتي درت فيهم ديجا الملحه، بقاو ليا غير هادو ما درتش فيهم. وغادي ناخذ شويه ديال العصير الحامض، غنديرو مع دوك الفخيدات ديال الدجاج، نحاول نحيد من العظم. بالنسبه للدجاج البنات ولا الفخيدات ديال الدجاج غادي ندخلهم للفران، وبالنسبه لهاد الاخرين غادي نديرهم في الشوايه، غادي نشويهم. غادي نعصر واحد نص حامض بحال هكا، وغادي ندير واحد شويه ديال الزيت بلديه في هاد الفخيطات ديال الدجاج. صافي، وغادي نحاول هاد الشرموله كامله اللي شفتو معايا البنات، غادي نخلط هاد الشيء كامل. كما قلت لكم بالنسبه للدجاج غنخليه يترقد واحد شويه، نديرو في اللاطه اللي نديرو في الفران. الكفته حتى نبغي نطيبها حتى هي ولا دان، غنديرهم في البروشيت. بالنسبه لهذا عندي الدنجال، غادي نقليه وغندير به الزالوك، غندير الزالوك ديال الدنجال مقلي وخلاص. الشليضات الاخرين راه ساهلين، خليت غير خيزو راني سلقته ديجا، خليت البربطة هي سلقتها، خديت البطاطا. المهم حتى غنشرب منهم حتى هما، غادي نوريهم لكم. انا شللت هذاك سميتو اللي بقى لي، درت فيه واحد شويه ديال الماء هكا، وغادي نخويه على هذا الدجاج هذا كما كتشوفوا، وغادي نخليه بلاتي شويه عاد ندخلو الفران. ما غاديش ندخلو دابا الفران بلات، يعني غادي نخلي ديك الشرموله حتى تدخل فيه مزيان عاد نديرو في الفران. دابا غادي ندير ديك الكفته حتى هي. المهم تقدروا تزيدوا الربيع، زيدوا اللي بغيتو نتوما بالنسبه للكفته. بعد ما شرمت كلشي دابا غادي نصايب الرز، غادي نزيد عليه واحد ياغورت طبيعي، كيجي صراحه زوين على المايونيز، كيديرو هذا احسن من المايونيز، ما كي المايونيز كتكون شويه الريحه ديالو قويه. غادي ندير المايس، مايس اكيد راني درتو شليتو بحال ديما. غندير شويه ديال الزيت بلديه، وغادي ندير الطون. المهم هنايا كما كتشوفوا بيت كنقلي في الدنجال. بالنسبه للبطاطا سلقتها، المهم حتى بدا كيدخلها الطياب مزيان، وحيدتها من الماء، خليتها بجلوك ديالها، ولكن غسلتها مزيان مزيان. كتعرفوا البطاطا اللي كتكون الجلده ديالها رقيقه، كتقطعيها على جوج، ودرت معها شويه الزعتر، شويه الملحه، وجوج ريوس ديال الثومه اللي مازتهم. صافي، وخليتها هنايا فوق من البطاطا، اكيد شويه الزيت، وخليتها على نار مهيله باش تحمر ليا من هاد الجهه والجهه الاخرى.
بالنسبه للبنجال كيما شفتوا معايا كيما قلت لكم غادي نقليه، ومن بعد غندير ليه العطريه ديالو، ندير ليه شويه ديال الربيع صافي، وغادي يكون تقريبا كلشي وجد. وغادي نبدا نطيب دابا في البروشيت. صافي تقريبا وجدت كلشي كيما شفتوا معايا البنات. دابا غادي نبدا نحط، بقات لي حاجه وحده خليتهم اخر حاجه، هما لي بروشيت. راني درت الشوايه هنايا كتسخن، سمحوا لي باش نشوي لها بالنسبه لي بروشيت وهذيك الكفته. بغيت نقول لكم بلي هاد الشوايه صدقات واعره رائعه، حتى بالنسبه للمسمن، الحرشه، البطبوط، طيبوا فيها اللي بغيتوا، راه كبيره. واللي زوين فيها عاود انها كطيب لكم كلشي دقه واحده، يعني ماشي بحال المقله العاديه كتسني وحده حتى كطيب عاد كدير الاخرى. هذه صدقات زوينه بزاف، راه ديجا راه ديسپونبل عند هذا، عند اوماديك. انا كانت صيفطاتها ليا جوليا بيوتي اللي عندها قناه سميتها جوليا بيوتي، غنقول لها شكرا حبيبه على اللي خطاك، صراحه نفعتني بزاف. كنت شفتها عندها وقالت لي امينه نصيفط لك واحد النقله غتنفعك، وفعلا كانت نفعتني، وسيختو في رمضان البنات كتنفع، كتنفع ديال بصح. وهي فاش غادي ندير دابا هاد لي بروشيت يتشواو، وكما قلت لكم حتى نحط كلشي، وغادي نوريكم بالنسبه للشكل النهائي ديال الاطباق كيفاش طلعوا. هي الطبله يلاه وجدتها البنات كما كتشوفوا. بالنسبه للتقديم اللي قلت لكم، اولا طريقه التقديم كنتمنى انها تعجبكم. بالنسبه لهاد لي بلا بجوج راني خديتهم من عند اوماديك، هذا ديال لي بروشيت اللي كيجيو بحال هكا، كيجي فيهم هذاك السيبور ديال الحديد، ودرتهم انا في هذه اللي ديجا كدور هكا ديال البيتزا، شفتوها صراحه كيجي الشكل ديالهم غزال. بالنسبه لهاد السيبور هذا كيجي بالقطبان ديالو، تقدري تحطيه على اي بلا كاين عندك ديجا، انا داك ديال الخشب ديجا كاين عندي، ولكن حتى هو راه ديسپونبل عنده. بالنسبه لي بغوشيت لي شويت هما هادو، الكفته درتها هنايا، هذه ديك البطاطا بالزعتر كتجي لذيذه البنات، غير جربوها كتجي زوينه بزاف. وخلاص بالنسبه للبلاطاني كيجي على هذا الشكل. المهم نتمنى ان طريقه التقديم تعجبكم. بالنسبه لهذوك حتى هذا راه فيه واحد السيبور باش كتحطي الطبسيل الاول الفوق والطبسيل الثاني لتحت. درت هذاك الدجاج لتحت اللي درت في الفران. هنايا ديك الخضيره كاين خيزو مشرمل، شويه ديال الباربه، هنا مطيشه سوتي، وهنايا درت داك الزعلوك اللي وريتكم قبيله. هنايا درت سميتو الروز اللي درت معاه الطون والمايس، صراحه كيجي زوين، وحتى في المنظر ديالهم كيجيو غزالين. واكيد الراي ديالكم كيهمني بحال ديما، قولوا لي كيفاش جاكم الطريقه ديال التقديم ديال الماكله، حيت كما قلت شحال من مره المواعين هما تيلعبوا دور، ماشي اشنو حطيتي فيهم كل واحد وشنو يقدر يحط فيهم، ولكن الطريقه باش كتقدمي هي اللي كتلعب دور وكتحل الشهيه. بالنسبه لهنايا صايبت واحد العصير درت فيه كاع لي فخوي اللي كاينين عندي، وطحنته بالليمون، وصافي هذا ما كان. حنا غادي نجلسوا باش نتغداو دابا، ونتلاقى بكم من بعد. دابا غادي نبارطاجي معكم واحد الماسك طبيعي كيتكون من جوج المكونات اللي غيكونوا في اي دار. هذا الماسك كنت كنديرو شحال هذه، كيعطي بياض، كيعطي نضاره اللي هي زوينه بزاف للبشره. بما انه بزاف الناس كيقول لي البشره كيما انا الماسكات اللي كيكونوا طبيعيين في الدار. المهم هذه الايام فوق ما ندير شي ماسك، غادي نبارطاجيه معكم. اشنو فيه؟ كاين فيه النشا، وكاين فيه هذا الخيار. خديت الخياره بكشوره زعما ما نقيتها ما والو، وحكيتها في الحكاكه الرقيقه. غادي نزيد عليها واحد شويه ديال النشا، وغادي نديرو الوجه. هاد الماسك البنات زوين، سورتو الا تبعتوه فعلا راه كيعطي واحد النتيجه اللي واعره. غير هو الماسك الطبيعي كما كتعرفوا كاملين كيخصو مداومه، حيت ما كيعطوش نتيجه زعما ديك الساعه، كيخصك تبعيهم واحد المده. كيبان لي انا كثرت هنايا هذا الشيء شويه، يعني نشاط ليا نديرو حتى ليديا ماشي مشكل. كما قلت لكم هذا الماسك زوين بزاف بزاف بزاف، البنات اللي كيقلبوا على النضاره البشره ما تبقاش البشره ديالكم شاحبه، وفي نفس الوقت كيعطي بياض. حاجه اخرى اللي بغيت نبارطاجي معكم البنات هو هذا الزيت هذا ديال شجره الشاي. هذا خص يكون عندكم كاملين في الدار. غادي تقولوا لي شنو كيدير، ما عقلتش واش ديجا شاركتو معكم ولا لا. هذا اي وحده كينوضوا فيها الحبوب وبغات تحل نهائي الحب تجرب هذا ترد عليا. غير هو ما ديريش لوجهك كامل، لا خذي قطن، يعني كتاخدي قطن وكتتهزي غير شي شويه هكا، وكديري غير على الحبه حيت كينشف. والله العظيم الا البنات ديك الحبه اللي كتنوض مره مره، تخيلوا كنديرو بالليل لا غد لي بحال اللي كنكون كنكذب، كيحيد الحبوب ديال بصح. زيت شجره الشاي يكون عندك ضروري مع لي برودوي ديالك. المهم اكيد دابا ما غاديش تشريو حتى انا، من بعد ان شاء الله تيجوز هذا الشيء. وانا كنت خديته عند خالد، خالد مرحبا، صدق ليا زوين بزاف. المهم انا غادي نمشي دابا باش نابليكي هذا الماسك على وجهي.
هو داك الماسكي اللي درتو على وجهي راه ديجا قرب ينشف، البنات ما تشوضح لكم ولا لا شتو كيولي بيدنا كيقرب ينشف. دابا غنبارطاجي معكم شي حوايج اللي صراحه كنت توصلت بيهم شحال هادي، ماشي دابا اكيد راكم عارفين دابا ما كاين لا توصل حتى شي حاجه. واحد الحوايج كنت وصلت بهم من عند الشيئين قبل ما يبان هادشي الكورونا وهادشي كامل، انا غادي نشاركهم معكم. دابا كنت كنطو دابا في الماريو بانوا ليا، قلت هادو ما شاركتهمش مع البنات، غادي نبارطاجيهم معكم. اول حاجه غادي نشارك معكم هي هاد لاغوب هادي اللي كتجي بحال هكا، كتجي طويله شفتوها. دابا نحاول نخلي لكم التصاور ديال الحوايج هنا باش تشوفوهم مزيان. كتجيب الكميمات وكيجيو فيها هاد الوريدات، ما كتجيش طويله بزاف، كتجي تقريبا لحد الركبه، ولكن كتجي زوينه في اللبسه ديالها شفتوها. كما قلت لكم كتجي تقريبا غير حد الركبه، كتجي عريضه من التحت، يمكن كتجي زوينه في اللبسه، والثوب ديالها خفيف صراحه ديال الصيف، ماشي شي ثوب اللي كيكون زعما اللي غليظ اولا. هاد لاغوف في الكحل كيجيو فيها هاد لي بيرل هنايا، كنتمنى تكون واضحه لكم مزيان. وكتجي شوفوا الديتاي ديال الكميمات البنات، شوفوا هاد الشبيكه، نقرب لكم باش تشوفوها. شوفوا دابا نخلي لكم حتى هي التصويره ديالها باش تشوفوها مزيان. كتجي من الفوق مزيره ومن التحت ايفازي بحال هكا، كتجي عريضه شويه من التحت، كتجي كتحمق في اللبسه ديالها، كتجي غزاله في اللبسه البنات. وفي الكحل كما قلت لكم حتى هي ما كتجيش طويله بزاف، حد الركبه. ثاني حاجه كنت خديت واحد المونطو، حيت كما قلت لكم انا هاد الحوايج راه خديتهم شحال هادي، يعني توصلت بهم شحال هادي من السيت ديال شيئين، وما كنتش بارطاجيتهم معكم صافي، زعما بقينا من هادي لهادي ما بقيتش شاركتهم معكم. كنت خديت واحد المونطو، قولي دابا على وقيت المونطو، ولكن ديك الوقيت صراحه كنت خديته، كيجي غزال في اللبسه ديالو. غنوريكم هو مونطو عادي، يعني مونطو عادي وكلشي، شنو لي سبيسيال فيه هما هاد الكميمات اولا هاد الجويبات سمحوا ليا، اللي كيجيو بحال هكا كبار ديال الجلد، هاين الجلد مزور راكم عارفين، وكيجيو فيه هاد لي بيرل هنايا هكا دايرين به هاد الحجيرات هادو، وفيه البلاصه فين كيتشد السميطه ديالو، وكيجي طويل، هذا كيجي طويل في اللبسه ديالو، كيجي تقريبا فايت الركبه. غنخلي لكم تاو شي تصويره هنايا باش تشوفوه هو ملبوس، تشوفوا كيفاش كيجي غزال في اللبسه ديالو، شفتوه في الكحل. والثوب ديالو راه مسخوش بزاف، واخا هكاك الثوب ديالو حيت ما مبطنش البنات، ها نتوما شفتوه فيه غير جهه وحده ما مبطن ما والو. وخلاص بالنسبه لهاد الكسيوه هادي اللي كتجي منمره بحال هكا، هادي ديجا كنت بارطاجيتها معكم، كتجي فيها هاد البلاصه فين كيتشدو فين كيتشد العنق. المهم انا غادي نخلي عليكم البوسه هكا مصوره في شي تصويره تما باش تشوفوها. الكميمات كيجيو مقبوطين من هنايا، وكتجي من التحت هكا دايره شوف، كتجي حتى لعند الركبه، وكتجي كتحمق في اللبسه ديالها، كتجي زوينه. انا صراحه اي حاجه منمره كتعجبني. غنخلي لكم حتى هي التصويره ديالها هنايا باش تشوفوها مزيان. والثوب ديالها يا البنات راه مطلوق، لا كاليتي الثوب صراحه عجبتني في هاد الكسوه، لا كاليتي الثوب واعره بزاف، شتو كي داير. اخر حاجه غادي نشارك معكم واللي صراحه ما عجبتنيش بزاف، قولوا لي نتوما شنو بان لكم فيها. واحد لاغوب كتجي بحال هكا في الكري، المهم هادي حتى تلبس عاد تبان لكم كيفاش كتجي. هنايا ترونسبارون الكميمات ديالها، كيجيو مقبوطين من هنايا، وكيجي فيها الحزام، كيجي فيها الحزام. تاي غنخليها لكم ملبوسه باش تشوفوها كيفاش كتجي في اللبسه، شفتوها في الكري. انا هادي ما عجبتنيش بزاف، الثوب ديالها ما عرفتش كيفاش جاني، وكتجي من التحت هكا عريضه مبطنه من التحت. الثوب ديالها كما قلت لكم ما عرفتش كيفاش جاني، ولكن غنخليها لكم البوسه وقولوا لي نتوما شنو بان لكم واش عجبتكم ولا لا. المهم انا هادشي كنحاول اني نشارك معكم شي حوايج البنات كما قلت لكم، باش ما نبقاوش نهضروا في نفس الموضوع اللي كلشي كيهضر فيه، نحاولوا نفوجوا شويه على بعضياتنا، نحاولوا نكسروا الروتين، داكشي علاش كنحاول نبارطاجي معكم شي حوايج كيكونوا ايجابيين. هنا كانت العشيه البنات، جيت صايبت واحد الفوندون باش نديرو بيه الكوتي، وصراحه صوفيا هي اللي كانت طلبات ليا نصايب ليها شي كيك، وقلت احسن حاجه نقادها هي فوندون، كيوجد دغيا دغيا وكيجي زوين. الا بغيتو فوندون ينجح ليكم يكفي انه تكون عندكم الجوده ديال الشوكولاته تكون زوينه، يعني كينجح ساهل، كيجي يعني ساهل كتقادو ان شاء الله. شنو نشارك معكم الوصفه، ما كنتش عقلت واش شاركتها معكم قبل ولا لا. المهم هاد العشيه كندوز انا وبنتي غير في لي دوفوار، ما نعاودش لكم البنات تهلاو فينا بالتمارين في هاد العطله. كتعرفوا الدراري صار دابا كيقراو غير باغ واتساب مع هادشي اللي واقع. المهم الله يحد الباس. المهم حبيباتي غنقول لكم تهلاو ليا فراسكم، خليتكم في امان الله، تنتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله.